رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز فريق نادي دارتشليب ببطولة الأندية الخليجية والتي اختتمت مؤخرا في دولة قطر الشقيقة. واعتبر سموه أن الإنجاز الرياضي الكبير لفريق نادي دارتشليب تجسيدا حقيقيا لما يحظى به القطاع الرياضي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة وترجمة لتوجيهاتها السامية بتوفير كافة الإمكانات التي تعزز مكانة البحرين على الساحة الرياضية إقليميا وقاريا وعالميا. وأشار سموه أن فوز نادي دارتشليب بالبطولة الخليجية يعزز المكاسب الكبيرة التي حققتها الكرة الطائرة البحرينية في السنوات الأخيرة مبينا أن الإنجاز يرسخ مكانة البحرين الرائدة على ساحة الكرة الطائرة الخليجية ويؤكد أن البحرين غنية بالطاقات القادرة على التميز والتفوق ورفع علم البحرين عاليا خفاقا في مختلف المحافل الرياضية. وأشاد سموه بجهود إدارة نادي دارتشليب في إعداد الفريق بالصورة المثالية من أجل المنافسة الجادة على لقب البطولة منوها بالعطاء الكبير الذي بذله لاعبو الفريق على امتداد مباريات البطولة ومشيدا بدور الجهازين الفني والإداري في زرع روح الانتصار لدى أفراد الفريق مثمنا دعم الجماهير البحرينية لممثل المملكة في الاستحقاق الخليجي.